افضل الف بايدي كده. كل ما تحتاج ميه دي احنا مش عايزين نخش على العجانة عشان احنا بنتكلم على زمان وايام زمان كده. نبدأ نلم نفسينا بقى. شغل زمان كان كله حاجة فيها بتتعمل بمزاج. بمزاج ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده بنشتغل بمزاج. اهو طبعا زي ما انتوا شايفين انا مبهدل الدنيا. يبقى ننظف مكاننا زي مكان. انظف رخامتي زي ما كانت. اخدم بقى العجينة ازاي؟ قاسية شوية معايا. كله في ايديا. المخرج بتاعي بيقول لي طب مش كانت العجانة افضل يعني؟ لا والله انا هم كانوا بيعملوها كده هاند ميد وانا بعمل زي ما كانوا بيعملوا. رياضة على الصبح. لما احس كلها نعمت في ايدي كده بعرف ازاي. بحط صباعي كده اعرف ان هي بقت معايا مية مية. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف هنعمل ايه مع بعض. Thank you.
العجينه بنفردها دايما بنفردها بدقيق. دي هنفردها كده. كده. كل ما بفرد كل ما تكون مصلحة. بعمل ايه حضراتكم بعد كده؟ ادي الزبده بتاعتي او السمنه اهي، دي سمنه لازم امشي ايديا كده لغايه السمنه بقول هنا كريمي. بعمل ايه بعد كده؟ ابدأ اشوف كده طولها هيجي ازاي اهو. زي الفطيرة مشلتتها كده بالظبط. كده. عندي. ادي الزيت بتاعي. شغل زمان ما يقراش عليه اي شغل اهو.
ادي الزيت بتاعي اهو كده. كده ادخلها التلاجة واسيبها نص ساعة. سيبها نص ساعة تريح مع بعضي كده. لم مكاني اهو. هي واخده غلبه شويه بس هي طريقتها لازم تبقى كده. كل حاجه وليها حاجه. كده نظف مكاني. طبعا سمعنا عن الرز حبة وحبة. سمعنا عن الرز حبة وحبة ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. رز حبة وحبة ممكن نعمله الحج رز. يعني عندي حاجتين، يعمل رز حبة وحبة يعملوا الحج رز. حج الرز ده ازاي؟ الحاجات دي كلها بتاعت زمان قوي وانقرضت وبنحاول نرجع لها تاني عشان نفتكرهم مع بعضنا. تعالوا نعمل مع بعض الحج الرز بدل ما نعمل حب وحبه. يعني على ما اعتقد ان في حضراتكم شفتوه. لا هنرجع نعمله بقى حبه وحبه. لا نعمله ايه؟ رز زمان اللي هو الحج رز. حل على النار ادي زبدة ما تخافوش. ادي زيت كتير انا عارف تلوش. طب ليه ما عملتهاش بزبدة بس؟ علشان خاطر عايز الزبدة بتاعتي ما تتحرقش، يبقى اعمله بزبدة وزيت كده. هنا زبدة كتير وزيت كتير مش مشكلة. كده قبل ما أبدأ هستأذن حضراتكم أخد فاصل وأرجع لكم تاني. أول ورا المحطة ولا تروح في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. حطينا الرز مع الزبدة والسمنة. احنا شغلنا كله النهاردة بياخد لونج تايم او وقت كتير لان زمان ما يعرفوش قلبة وقومة. الاكل كان بيطلع اكل صح. العجينة الميديوم اللي احنا عملناها دي تاخد لها ساعة على ما تبرد وتهدى في التلاجة، وبعد كده نحمرها او نقليها. ليها طرق جميلة جدا حلوة. النهاردة الرز ده هياخد له على الاقل مش اقل من نص ساعة عشان يتحمر او تلت ساعة على حسب النار بتاعتي. احنا قاعدين له مرناش حاجة كده. هنا اهو. طيب كده هنا عندي مية بتغلي عشان اسلق فيها الكبدة بتاعتي. هو المفروض بيطلع ارديحي كده لان روحته هو. احنا دايما بنسقيه بمية اما يكون عندي ديك رومي
او فاخده بتلو بسويها، بنزل منها الشوربه الجميله بتاعتي، الشوربه بتاعتي بكبس عليها هنا مع بسقي بيها الرز، بيطلع جميل جدا، بيطلع جميل جدا كده. انا عايز اعمل شوربه حلوه، وعندي كبده فراخ هسلقها، كل دوت عندي حاجات جميله عندي. طبعا النهارده شغلنا ايام زمان، وحاجات زمان اللي عمرنا ما هنعوضها خالص، على اساس ان احنا انقرضت. لسه عايز اعمل لكم في يوم سد الحنك، معرفش انا عملته، طبعا عملته قبل كده، عايز اعمل لكم عيش السرايا، عايز اعمل الحاجات اللي هي احنا انحرمنا منها من زمان. انا ما ذنبيش حاجه بقى ان احنا في عصر السرعه والتقدم، لكن ممكن نرجع لايامنا القديمه. طبعا احنا ناس عواجيز، وانتوا عايزين حاجات فريش، لكن احنا بنحاول نعمل الصح كده. بدا، خلي بالكم لو بدا يشك معايا ما اقدرش اسيبه ولو لحظه، هشتغل فيه على طول عشان خاطر بدا ينمل معايا اهو. وده دايما بياخد شوربه كتيره، بس دايما بيحتاج ذكاء في الشغل. بدا يقلي، انا عايز اقلي الرز ده، هحمره كله. لو انا ما ركزتش معاه بالواحده ممكن واحده تحمر مني، هتبوظ المنظر العام. زمان كنا بنعمل حلة فيها ايه 15 كيلو رز و10 كيلو رز، نفس الطريقة دي، كان بتاخد مجهود جامد قوي. كده بدأت تتحمر، كانوا زمان بيعملوها بالسمنة البلدي، انا ما اقدرش اعملها بالسمنة البلدي النهاردة بقى، لان مفيش صحة دلوقتي للسمنة البلدي. وخلي بالك ده لو لمس ايدك كنت شغالها هيتعبك. كده بدأ اهو دخل في التحمير. لازم بسرعة احرك لان مش شايفه من جوه، لازم اخليه يتحرك عشان مش شايفه من جوه اهو. حلقتنا النهاردة مميزة وجميلة، ونركز مع بعضينا. أنا خايف من السمنة لا تأثر لي على حاجة، دايما ببص الحاجه تكون صلبه عشان تستحملني في الشغل. احنا اتفقنا ان احنا هناخد لونج تايم، يعني وقت كتير اهو. عارفه الرزايه بتبقى عامله زي الفشار، بس ريحته بتبقى يعني مثلا بتقلب الشارع اللي انت قاعده فيه. الناس بيعرفوا بيت البلدي او الناس البلدي القوي والناس الحلوه من ريحه الاكل في يعني وانت معدي كده على بيت بتشم ريحه طش كده حلوه، تقول الله ده البيت ده فيه ملوخيه. زي زمان عندنا في الفلاحين ما كانوش يعرفوا بيت العمده لما كان قدام من وشه بطيخ. صح يا ابراهيم؟
بحمر كده. النهارده عندنا خبيزه، النهارده عندنا خبيزه، نحط لها اللحمه بتاعتها على النار تتسلق. ما سهاش على ده، لو سهيت عليه على طول يلدع مني. زمان الطباخين كان عندهم طولة بال، طولة بال كان ما بتفرقش عندهم، استنوا ساعة ولا اتنين على الأكل ويقفوا واقفين شغالين. وكان زمان بيشتغلوا بالفرن، كان زهر حامي جدا بيشتغل بالغاز السولر، وفي أفران كانت بتشتغل بالفحم. فالفرن من ده كان بيتعمل زهر، الزهر ده كان ممكن تخطف نظر الواحد منه طول ما هو شديد، كان حامي جدا. لو أنت شديت حلة من على الزهر ممكن الزهر ده تلاقيه باللون ده كده على طول. فدايما كان طباخين زمان يا عيني بيخلصوا يجي يطلعوا المعاش، كان عندهم وراثه من الشغل حاجه من الاثنين، يا عنده الاهتزاز دايما لما يجي يمسك حاجه كده يهتز كده من النار، يمسك كده مش عارف يعمل ايه كده، زي ما كلنا احنا جايلنا الاهتزاز قريب يعني، ما تخافوش انا عشان احنا طباخين برضه، يا اما نظره يضعف من النار. فكان دايما النار بتعمل في جسم الانسان، الطباخين هم بتوع زمان دول كان يا عيني تلاقي اللي بيطلع منهم معاش دوت تلاقيه بقى يقعد على القهوه وتيجي تسلم عليه تبص لايده كده كوبايه الشاي تترعش في ايده. ليه؟ لان كانوا بيقفوا على النار وقت كتير. وطبعا زمان كان عزومات وخير والناس كلها بتاكل والديك والروم والحاجات ده، الطباخين بتوع زمان كان في قهوه للطباخين. لكن دلوقتي بقى بعد ما طلع سياحه وفنادق وكليات وفي دراسات عليا ودكتوراه وخبراء في الطبخ، حدوته جامده دلوقتي. اللي احنا زمان كنا الواحد مننا كان بيتكسف يقول انا طباخ، كان بيتكسف يقول، لان كان الطباخ كان لوستا عبده السواق وعم سيد الجنايني والحاج محمد السفراجي والشربين الطباخ، ده كان اسم، كان كارير مش كار يعني، كان كار مش كارير. والكار ده زي ما حضراتكم عارفين الكار غير الكارير، الكارير دي مهنة أو صنعة، لكن الكار حاجة بنكتسبها بالوراثة، بنكتسبها بالوراثة، زي المنجد، زي مكواج الرجل، زي الترزي البلدي، زي الحلاق، زي الطباخ، الحلواني، الطعماجي. ده كان بنسميه كار، يقول لك ده ابن كار، يعني ايه؟ مش كارير، الكارير دي صنعة، اللي هو الميكانيكي، السباك، الترزي غير الخياط اللي هو البلدي. مكواج الرجل غير المكواج دلوقتي بالستيم والبخار والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. فكان زمان كل حاجة وليها حاجة. فالطبخ ده كان كار زمان، دلوقتي النهارده بقى كليات و ومعاهد وشغلانه جامده يعني مش عارف ايه وما ادري ايه وبتاع. عصر السرعه بقى هنعمل ايه؟ بوجع دماغكم معلش، بس بندي معلومات مع بعض، لان انا دلوقتي عامل زي لوستا الحلاق، طول ما هو قاعد بيحلق للزبون باكل دماغه عشان مش لاقي حاجه اعملها غير خبط المقص. فانا لازم اكل دماغكم النهارده واحنا بنتكلم مع بعض، عشان انا مش لاقي حاجه اعملها غير اني بقلب بس. زي من بتاع الكشري طول ما هو شغال يعمل بالايه بالمقصوصه على بتاع ده، برضو احياء وبرضو من ضمن الحاجات النفسيه، زي اللي برضو الحلاق وهو بيحلق على الفاضي وعلى المليان المقص شغال في ايده، سواء قص او مقصص فشغال ليه، هو برضو دي عوامل نفسيه. بتاع الكشري طول ما هو واقف باع ما باعش عمال يخبط بالمقصوصه، والشربيني برضو عمال يطبخ برضو عمال يرغي مع الناس عشان خاطر يحسسهم ان هو شغال. لما يجي الرغوه بتاعتي تهبط بتاعت السمنه
والزيت احس ان الرز بتاعي دخل على سوا اهو. ما شاء الله عليك يا مخرجنا. كده عندي الشوربه شغاله وعندي الحله دي شغاله. خلي بالك احنا ممكن تواجهنا مشاكل كتيره في الرز اللي انا بعمله ده، فعايزين نعمله بحرص بحرص جامد. وبعدين لو انت خدتيه من على النار ونزلتيه هيقعد 5 دقايق يتحمر لوحده بره النار. الحبايه بدات تصغر اهي عن الاول عشان لما تيجي تشرب تكبر معاكي. بنحمصه. المخرج بتاعي طب بيقول لي طب مش ممكن كنا نحمصه في الفرن؟ اقول له لا ما ينفعش، لازم نحرقه كده على النار اهو. انا عايزه يتحرق هنا. ايدك تريح عنه، ايدك لو ريحت عنه هنبقى في مشكله عندنا، هيتحرق من تحت. لو خد حبايه محروقه الدنيا هتضلم عندنا. زمان كنا بنعمل الرز حبه وحبه، ناخد حبه من دول بدل ما نعمل شعريه. ما كانش في فلوس نجيب شعريه فنعمل رز حبه بحبه زي ما كنا في الجيش برضو بناكل في الجيش، كانوا بيعملوا رز حبه بحبه زي كده. دلوقتي ما فيش حد بيعمل حاجه زي كده ولا حد بيعمل حبه وحبه كده. بحمر ايدك والحله، الحله وورن فيري وورن يعني حر، ولعه ولعه ولعه. شفت حضراتكم كده؟ كل ما بحرق كل ما بيطلع معايا بتتحمص معايا الحبايه. نعم. طيب كده انا مش عايز يعني، انا عايز تديني بس دقيقتين معلش عشان ده لو كده طلعنا عنه يعني ايه، عايز اطفيه بس قدام حضراتكم. غالي عليا، غالي غالي عليا. هي بالظبط دقيقتين كده على ساعتي ونطفي الرز، لان مهم عندي جدا اطفي الرز. دخلنا في التسويه وفي الغريق اهو. ده تاكلي منه وما ما تفصليش، براحتكم خالص كده اهو. فات دقيقة يبقى فاضل دقيقة تانية. ايوه اهو. نطلع بره هنعمل ايه؟ اهو اهو. لو سبت وسيت عليه كده يتحرق مني. بصوا سخن، لازم اصفي السمنه بتاعته، السمنه بتاعته لازم اصفيها كده اهو.
حضرتك تطفي وهو على النار اقلب لان ممكن يتحرق تاني. اهو اهو نشوف هنعمل ايه مع بعض كده. يلا اوعي وشك، اوعي وشك. اوعي وشك. اوعي وشك. كده الخطر زال. ادي بقيت الشوربه بتاعتي. خش بيه على النار بقى. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. كده خلاص انا عملت اللي عليه. خد ميه زي ما انت عايز، خد ميه زي ما انت عايز اهو. استاذنكم بقى واخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دور المحطة وهتروح في اي حتة. رجعنا حضراتكم سايقين الرز اهو، سيبه لغايه ما يبدا يشرب ميته. نبدا نهدي النار عليه وبنسلق له حبه كبده عشان نحطهم على الوش. هو ما بيطلعش غير كده، لكن احنا طبعا اتفقنا ان المخرج بتاعي ما بيحبش الاكل ارديحي، هو ولا بياكل ولا بيعمل بس بيشغلنا وخلاص. شويه خل هنا عشان يبيضوا لي الكبده عشان تبقى الليله بيضه. طيب احنا كده حضراتكم هنعمل الخبيزه باللحمه. هي دايما بتتعمل برضو من غير لحمه، لكن عايزين نعملها بطريقه جميله. ممكن اعملها بالرز زي امي كانت بتعملها، وممكن اعملها على فرانك دلوقتي خواجاتي بالحمص. هو حقيقي الرز كان بيفيدها بشيء، بحاجات كتيره جدا، ان كان الرز بيعمل لها عمليه ربط. عمليه ربط. ولكن احنا برضه نجدد وهنشوف هنعمل ازاي الخبيزه بتاعتنا. طب لو انا نزلت السوق ودلوقتي حاجتين ما لقيتهمش في السوق لان يبقوا دايما متوفرين في الشتاء، الخبيزه واللفت. هتقول ما عملتش حسابك ليه وما عملتش ايه ودربكت وكده يعني، فمعلش سامحوني ان انا ما بقدرش. المنيو مش بايدي، لا احنا بنحط المنيو مع بعض وبنحاول نشوف الـ 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 الوقت بتاعنا. المهم انا عندي كده، هنشوف هنعمل الخبيزه ازاي. عندي لحمه ضاني، لازم حته اللحمه تبقى طريه. طريه ازاي؟ عشان هي ما بتتعملش بلحمه، واما الله يرحمها كانت بتعملها لنا ارديحي. لكن احنا بقى النهارده بنطور في اكلنا وبنعملها بلحمه ضاني. لحمتي زي اللوزه اهي كده اهو. بحطه في الشوربه بتاعتي. بصلية على أربعة كده كده. أديها بقى أي حاجات تحبشها بحيث إن أنا أضمن صحتها وسلامتها، يعني زي إيه؟ عود كرفس كده.
اهو كده. ادي اللحمه بتاعتي اهي، ادي طماطميه على اربعه واسيبها. الرز بدا ريحته تطلع، الكبده خلصت، طيب كده اخد الكبده بتاعتي اشطفها. افتح عليها ميه اهي، يبقى كده حضراتكم الرز بتاعي. يا جمالك يا نبي، يا جمالك يا حبيبي يا نبي. نرجع بقى ايه نشوف هنعمل ايه في الخبيزه بتاعتي. بشيل الورق كده اهو، طبعا الخبيزه بتبقى ورقتها مدوره. جت دي مربعه ازاي؟ عشان ما لقيناش خبيزه في السوق جبنا سبانخ، لكن انا بعملها نفس طريقه الخبيزه. اذا ما لقيتش خبيزة مش هلغي المنيو، واحنا عارفين حضراتكم بدل ما اكتب عليها ورقة واقول دي خبيزة، لا خلينا نشتغل اهو كده اهو. بغسلها غسلة نظيفة، ويا ريت انقعها في المية يوم عشان خاطر تطلع معايا جميله. لو نقعتها في ميه بعد ما اقطعها كده اغسلها مرتين من الميه، انا دي من امبارح حطيتها في الميه. طيب يبقى كده الخبيزه بتاعتي اهي. هخرطها تاني وانقعها في ميه. كده ادعمها بقى بايه يا جماعه؟ شويه كزبره خضراء، شويه شبت، مهم عندي شويه الكزبره الخضراء وشويه الشبت كده اهو. لو انا حطيت دلوقتي الكزبره الخضراء او الشبت وانا بغسلها هيقوم على الوش وهفقدهم، لا هنخليهم على جنب. ابص على الرز بتاعي اديله تقليبه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بقى يا جمالك يا نبي، يا جمالك يا نبي. شفت بقى حبايب؟ شوف اهو حبايه بحبايتها، بصوا اهو استحاله يلزق اهو، بصوا زي الذهب اهو اهو. بصوا شايفين الرز؟ ولا هو رز احمر ولا هو رز حبه وحبه. اوعى اوعى انا ممكن ازود له ميه اهو،
سنة ملح عشان بس بحب اشتغل بضمير. ما تخافيش مش هيعجن منك. لا انا حطيت شوربة ملح، الشوربة واخدة ملح. الشوربة واخدة ملح لان انا مطفيه بشوربة. كده اهو. مش هيلدع منك تحت خالص، طول ما انت سايباه على النار الهادية هيرمي معاكي يبقى زي الفل اهو. طيب نبص على اللحمة بتاعتنا بدأت تغلي. طيب نشيل كل الكلام ده اهو. كده يبقى نخلي ده على جنب. عايز اعمل حاجه جميله وجديده. نشوف هنعمل ازاي الرز. هو احنا عملنا الرز بس عايزين نعمل له خلطه بقى بتاعته الحلوه. هو ما بتعملش غير كده، لكن انا برضو زي ما اتفقنا مع حضراتكم ما بسكتش، بحب اغير. ادي بصلايه صغيره فص توم شوية أعشاب كده. هنشوف هنعمل ايه في الكلام ده. عندي طاسه صغيره على النار، حته زبده، ادي البصلايه وفص الثوم. طيب كده حلو، اشتغلي. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. يلا نشتغل براحتنا. كده بشتغل بمزاج يا جماعة عشان أكل زمان كان بيحتاج الهدوء. يعني راجل كان الشيف دولمون يقعد في المطبخ يجيب البامية أو الملوخية يقعد يقرم في البامية ساعتين ويقعد يقرم في الملوخية ساعتين وقعد عمال يضيع وقت مش هتفرق عنده حاجة. هو دايما كان اهل زمان او البشوات بتوع زمان كانوا بيركزوا في العشاء دايما. احنا دلوقتي بنركز في الغدا. كان في صحه. دلوقتي الواحد مننا لو عدى من جنب حبه سمنه بلدي ممكن يدوخ. هما كانوا بيلهطوا في السمنه. كده عندي. لما اجي اعمل لحمه زي كده بعمل ايه يا جماعه؟ بجيب كبشة واشيل ده اللي على الوش. دي بتبقى بتحتوي على الزفر لان بحط كرفس وبصل وجزر ورق لورو وحبهان والحاجات دي كلها بتعيم لي الزفارة وفي نفس الوقت الشربة بتاعتي بتبقى كلير.
يعني ايه شفافه كده. عندي ادي الكبده اهي. دي الكبده بتاعتي، اديها توابل او مكعب مرق طعامها. ادي بقيه الفلفل بتاعي. كده ايه الحلاوه دي يا عم المخرج؟ ادي شويه ملح، سنة فلفل اهو، ادي التراويش بتاعنا. دي تراويش كده بنسميها ايه، حاجه روشانه كده عشان يطعموا لي حته الكبده اللي انا حمرتها كده. خدت ايه، زبده، ثوم وبصل، خدت ملح وفلفل، توابل، حاجات جديده، اشكال، فكر جديد. لكن احنا بنعمل لحن جديد في اكلنا بتاع زمان اهو. نرجع بقى نشوف هنغرف الرز بتاعنا ازاي اهو. بقى مفلفل وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمالك يا رز ده مفلفل اهو. اوعى تقول لي ده معجن. يا سلام عليك يا مخرج. بصوا الرزه برزتها اهو. ولا يلسع في الحله ولا الكلام ده. هوريكم الحله شكلها ايه دلوقتي. بصوا الريحه طالعه، اللهم صل على النبي. ادي الحله اهي، ادي الحله بتاعتي، ادي الحله، مفيش حاجه كده اهو. ولا لسعت ولا لدعت. طيب ماشي. فوق بيلعبوني بيقول لي مش الحله مش منك انت، يعني هي حله اصلا ما بتلزقش كده. ايه رايك انت اهو؟ ده اسمه الحاج رز اهو. لما كانوا يعملوا دوك رومي يقوم يطفوا، او الحمام يقوم يطفوا الرز دوت بالشوربه. وكانوا بيعملوا بالسمنه، انا عملت النهارده بسمنه او بزبده وزيت. لكن ما عندناش صحه احنا، السمنه صعب، صعب جدا. طيب خلينا في موضوعنا. هنا الشوربه بتاعتي دي، ادي ملح، ادي فلفل، نديها معلقه طماطم بوريه، اهي كده. طيب كده هنا، الله عليك وانت بتدلع وبتدلعنا، الله عليك يا جميل وانت بتدلع وبتدلعنا بالجمال بتاعك ده، انت والاخراج والتصوير. عم ابراهيم عز عامل لي شغل معايا حلو قوي. يا ابراهيم رد عليا، ما تعمليش فيها ان انت من شبلانجه. طيب ماشي. قعدت اقول شبلانجه شبلانجه شبلانجه، طلعت شبلانجه من عندنا مش شرقيه. وانا معدي كده ببص لقيت بقريه شبلانجه.
وانا كنت من كل مكلمه يا عم انت فكرني من شبلانج، قالت لي انا فعلا من شبلانج ما كنتش عارف. يا خبر ابيض، الواحد ياما بيشوف كده اهو. اه والله. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الزبانخ او الايه كانوا زمان بيقولوا عليها ايه كده هنا الخبيزه. كده استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في حته. جمالك رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، ورجع تاني عم محمد الحلواني قال لي تعالى لي رايح فين انت يعني تاخدنا في 10 بلدي، ما تقول لي ايه هي الخبيزه ولا السبانخ اللي قدامك ومقاديرها. ما بفوتنيش برضو، واقف لي بالواحده. المخرجين عايزين مني ايه مش عارف، حتى ابراهيم عبد العزيز جاي يقول لي انت ما بيسموكش يا محمد عبد العزيز. طيب عندي سبانخ او خبيزه لحم بتلو مكعبات، عندي بصل وتوم، كزبره خضراء وشبت، كزبره خضراء وشبت، كزبره ناشفه، طماطم، حمص، زبده، ملح وفلفل. نقول تاني مع حضراتكم ملح وفلفل وزبده. عندي حمص طبيخ او اي حمص او رز، كزبره ناشفه، طماطم، شبت، كزبره خضراء، توم وبصل، لحم مكعبات، وخبزه او سبانخ. ادي الشوربه بتغلي، ادي الخبزه المنقوعه في الميه اهي اهي كده اهي. شوفوا بقى ميتها نزلت ميه شكلها ايه خضره. طيب كده هنا ادي الشبت والبقدونس، الشبت والكزبره اللي اتفقنا عليها اهي، دول اهم حاجه عندي اهو كده اهو زي ما حضرتك كده شايفين. يلا نقلب أهو. عندي الشوربه بتاعتي موجوده اهي كده. طيب اللحمه هحطها بعدين كده. هنتكلم بعد ما عملنا الحلاوه دي كلها، هنتكلم دلوقتي حضراتكم معانا، هنتكلم مع بعض على بطاطس، صينيه بطاطس في الفرن ازاي هنعملها، ده اللي هنشوفه مع بعض. طيب هنشوف بطاطس بتاعتنا نعملها ازاي كده. بطاطس ني في ني، ايه هي البطاطس ني في ني ده؟ معقوله في بطاطس ني في ني؟ في ادي كده صينيه على النار سخنه جدا، عندي طاجن في الفرن، وهنشوف هنعمل ازاي البطاطس بتاعتي اللي بيقولوا عليها ني في ني. ليه؟ كل حاجه بنعملها بتبقى ليها طعم ومزاج خاص اهو. سهلة قوي قوي قوي. النهاردة بنعمل حاجات اللي هي بتاعت زمان، اللي احنا كنا مش عايزين نستخدم لحمة، الظروف ضيقة، برغم القرش كان عزيز وكل حاجة رخيصة، بس ما كانش ايه الوقت، فلوس كتيرة موجودة اهو. النهاردة احنا في نعمة ومبسوطين وزي الفل،
ما بنحمدش ربنا. للاسف ما بنحمدش ربنا. ناس زمان كان متبقى يعني ناس كان ايام زمان يا جماعه والله كان في فقر كتير قوي، بس للاسف كان في راحه بال. يعني يما كده هنا ادي يا حبيبي انا الريحه طلعت، الريحه طلعت. طيب كده عندي الهاند بلندر يا خبر اسوح على الالا فرانك. فين المفراج بتاع امي؟ عندي والله المفراج هنا في الاستوديو، بس ما اعرفش ابراهيم عبد العزيز وداه فين. دايما باخد حاجتي كده العب بيها. بص لي قوي، بص ادي كده واحد بيساله على الشربيني بقول له ما اعرفوش. ماشي بتبيعني انت والمخرج بتاعك كده. طبعا كان زمان يا جماعه في مفرق كده، بصوا زي ما انا بعمل كده اهو، كان بالمفرق خشب في حرف اكس او ترس كده اهي. طيب اديها كمان لفه، اديها لفه تاني خلاص. نشوف مقاديرنا احنا بقى دلوقتي. عندي البطاطس بتاعتي سهله قوي، بطاطس في الفرن. عندي بطاطس وبصل وطماطم وتوم وكمون، مكعب مرق ملح وفلفل، كرفس وفلفل حار. يبقى عندي فلفل حار وكرفس وبطاطس وتوم وبصل وطماطم وكمون ومكعب مرق وملح وفلفل. ادي كده البصل طرنشات اهو كده. قطع اي تقطيعه، عندي طاجن في الفرن او بايركس في الفرن مش مشكله اهو كده. دي بتاخد لها حوالي ربع ساعه بتستوي، لان البطاطس ما بتاخدش وقت كده اهو. ادي زيت عادي اهو اهو. ادي البصل اهو كده. ادي البطاطس كده. كده. ادي الحمص مع كده، حطيت الحمص وادي البطاطس اهيت ني في ني اهو كده. كده اهو كده براحتي اهو اهو. ادي مكعب مرق اهو كده. طيب كده اللحمة بتاعتي استوت، هنطلعها ونحطها كده. عندي طماطم اهي اهو.
كده اهو. كده. شغال. ادي كمون. ثوم مفروم. اهو. كده. ادي فلفل حراق حسب الرغبة. مش عايزين انتوا حرين. كده. اهو. كده شوية طماطم بوريه. مع شوية مية. أنا مش عايز يكون فيها طماطم كتيرة. أهو. أهو. كده أدي ملح وفلفل. أهو. أديها غطا. مش مشكلة هي غطا عادي أنا هنخش الفرن تاخد غلوة عادي كده. ادي نطلع دي كده على جنب. ادي الطشه بتاعتي اهي كده. ادي زبده. ادي توم حبه هنا حبه هنا فريش. ادي الكزبره. زي ما حضراتكم كده شايفين كله شغال مية مية. ادي زيت على النار. طلع اللحمه بقى ونحطها عندنا كده اهي. ادي اللحمه استوت. احنا كنا بناكلها قرديحي لكن اهو 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 كده. دي خبيزه يا جماعه اهي. ادي اللحمه بتاعتي بعد ما استوت اهو. لونها اخضر وجميل اهو. كده اهو. كده. تديني 4 دقايق في الفرن بقى. شوفوا بقى هنعمل ايه. ادي الطاجن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. الله اكبر. شفتوا بقى؟ ده اللي احنا بنقول عليه، ده اللي احنا بنقول عليه هو ده يما حبيبي ده اهو. كده ياخد له 3 دقايق. ادي الطشه عشان هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ العجينه. كده هناخد الطشه بتاعتي. ادي السبانخ او كده. شوف هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي. اروق مكاني. شيل بقى كل الكلام ده اهو. كل الكلام ده نشيله. انا عايز دي بس تتحمر كده اهو. يلا يا عمي اهو نرحمها طبعا عادي كالعاده.
اهو. اهم حاجة عندي حبة الشوربة دي. اه. كده. اشيل بقى كل الكلام ده. اروق نفسي. نغرف. اهو. يا خبزتك يما. دي كنت بشربها. بشربها شرب يعني. ايه؟ نرجع بقى نشوف هنعمل ايه؟ اهو. ادي الخبيزه. يلا كله بره. روق مكاني كله نضيف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي زيت على النار سخن جدا. وادي هنا الرخامه بتاعتي نضيفه جدا. اهو. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى حضراتكم ركزوا معايا. ادي العجينه. يا حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. اطلع من النار شوية عشان ما تتحرقش مني وتطلع شكلها مش عاطفي. خش بقى على النار تاني. عايزها مورقة كده. عندي الطاجن في الفرن شغال. يا صلاتك يا نبي، يا صلاتك يا نبي. لازم اقليها قوي، خليها تطلع كريسبي كلها. بغاشة، بقلاوة، زي ما انتوا عايزين تقولوها قولوها. زي ما انتوا عايزين تقولوها قولوها.
كده كله مصلحة عشان عندي الطاجين في الفرن. حمر من بره ومن جوه. دي حاجة زمان لا يعلى عليها في أي مكان. كده اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل اهو. طيب انا طب انا اوجع دماغي ليه ما نفصل دي كده خلاص عشان الدخان اللي طالع على عينينا دي اهو. اقطع كده اهو كده. الفرن عندي شغال كده. نكمل قلية اهو. بقت زي البغاشة اهي. طيب هعمل في اللي طلع ده ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو هنجيب ده كده وده كده وده كده اهو. ادي عسل نحل ناخد بقى الطبق بالمره كده. ادي عسل نحل اهو. اهو كده نبدأ نقلب. لازم اصفيها من الزيت طبعا حضراتكم. لو احنا عايزين نتحركن على بعض بقى ونعمل حاجات اللي هي بتاعت بقى مش عارف ايه مدري ايه هنروح جايين كده. عندي طعم قطعات هطلع اي قطاعه انا عايزها كده اهي.
نطلع دي اجي اعملها كده بس انا مش عايز اتحركن انا عايز اشتغل انا مش عايز اتحركن انا عايز اشتغل يعني ممكن نعمل لها اي تفصيله اهو اهو لان الشغل البلدي بلدي مهما كان ومهما حصل بيبقى شغل بلدي اهو دي اللي احنا حركنا عليها وقطعناها مفيش حاجه عندنا بتترمي شفتوا بقى لو قصيناها وقسطناها بتبقى تديني شكل جمالي بس انا عايزها تبقى بلدي بلدي كده اهو يبقى نرجع على الطبق اللي بعده والبطاطس في الفرن ادي اهو 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 هعمل ايه عندي شوكولاته ادي شوكولاته شيبسي ادي كده اهو شفتوا بقى حلاوه زمان وجمال زمان يا ملبن لسه عندنا حاجات كتير قوي وياما في الجراب يا حاوي بص على الفرن بتاعي الله 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 طبق ورديحي ملوش حل ورديحي ملوش حل اهو مش كل حاجة لحمة يا جماعة اهو مش كل حاجة هناكلها باللحمة كده حاجات زمان لا يعلى عليها يا جماعة ومش عايزين ننسى زمان لازم اعمل لها فلترة كده في الزيت من الزيت ده ادي الزيت بتاع اللي هو كان فايد اهو بعمل له عمليه تطهير عشان استخدمه تاني مش هترمي مفيش عندي حاجه بتترمي عندي كده اهو كده طب هنعمل ايه هنا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه ادي سكر بودره وادي كاكاو ادي قشطه انا ممكن اعملها بكيس واتمنظر عليكم بس احنا مش عايزين ايه نعمل الكلام بتاع زمان اللي هو الايه عايزين نعمل الشغل الصح ادي القشطه لو عايزين نخش عليها بقشطه بعد كده معلقه سكر معلقه كاكاو وابدا اشتغل
حلاوة زمان يا ملبن، حلاوة زمان يا ملبن، عشان بس الناس تعرف ان انا حاطط قشطة اهي اهي. مش عايزة حرفنة ولا حركنة ولا كلام مش عارف اللي بنسمع عنه من زمان، ان لازم مش عارف نعمل ايه في المطبخ ونسوي ايه في المطبخ، كل حاجاتنا اسهل ما يمكن واخف ما يمكن، حاجة سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت جميلة ومرضية للمعدة. بعمل حاجات بتاعت زمان علشان نحس ان احنا ما نسيناش الماضي. اروق نفسي كده بقى عشان كده انا ما عادش قدام مني غير ان انضف المكان اهو، انضف كله عشان عم محمد الحلواني ما يزعلش مني. ليه بقول لك حلواني ورمش الهواء؟ قال لي هو انت مراكبي ولا في هواك ايه؟ علق صح يا ابراهيم؟ اه خدناك كام منه. طيب عم محمد يا حلواني، ايه رايك في الجمال ده؟ ده اكل زمان يا جماعه زي سد الحنك، دي بيسموها عجينه ميديم، اي ست بيت تعملها في ايديها زي ما احنا عملناها وتطلع بالمنظر ده. اي حته عجينه عندك زي حفاظ انت بتعملي بالزفاط منك حته عجينه، افرديها واعمليها زي ما انا عملتها كده وحمريها وصدقيني هتطلع معاكي زي الفل، صدقيني هتطلع معاكي زي الفل. تروحي بقى حط عليها شويه سكر بقرفه وحط عليها اي حاجه انت عايزاها، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. ليه بقى؟ حاجه زمان حلوه بس ما اضحكش عليكم، خير زمان كان جميل جدا وكل حاجه كانت في البيت. يعني مثلا بالليل يا عيني جو ساقع وشتا العيال عايزه تتعشى، واي عيل طول ما هو جعان عمره ما هينام. يعني في ثلاث حاجات الانسان ما قدرش ينام فيهم، لا هو سعان ولا هو جعان ولا هو خايف. الثلاث حاجات دول والرابعه ايه بقى؟ لو معاه واحد اسمه ابراهيم عزت برضه مش هينام. طيب الطاجن بتاعي بصراحه رب صح حلو حلو، انا هطلعه بقى. تبقى بتعمل ايه ست البيت يا عيني؟ تروح جايبه شويه دقيق ذره وداخله على محلبه السمنه. زمان المحلبه كان قدره السمنه كانوا بيسموها محلبه، تروح داخله على محلبه السمنه واخده كبشه بايديها كده وحطها في طاسه على النار ولا على البابور، وتروح حاطه فيها شويه دقيق ذره وشويه سوداني عندنا موجودين، شويه زبيب او اي حاجه، لو شويه فيه بلح ناشف ماشي، وتحمر فيهم وتروح طافي عليهم بشويه ميه بسكر، تجيب شويه ميه بسكر تضربهم كده وتحط، مش هتعمل سيرب ولا حاجه. في زمان كانوا بيسموها سخينه او مش عارف بيسموها ايه، كانت ست البيت بتعملها، العيال بتقعد تاكل وتقوم تخش تنام وبالصلاه على النبي مفيش احسن من كده. ادي البطاطس الفرن بتاعتنا الصح قرديحي، صدقوني هتلاقوا لها طعم خاص جدا احسن من الزفاره، لا فيها بطاط لا فيها لحمه ولا فيها فراخ ولا فيها اي حاجه، حتى لما تقعدوا تاكلوا مع بعض مفيش طمع، يبقى كل واحد بياخد حته وبيطلع بيتوقع الله عارف هو بيعمل ايه، لان واحد عزم واحد على صينيه بطاطس وباللحمه زي ابراهيم كده، فقاعدين بناكل كل اللي ايه الضيف محط ايده يروح مطلع حته لحمه واكلها، كل ما احط ايدي يروح مطلع حته لحمه واكلها، فالراجل صاحب البيت عمال يبص له كده، ما تسيب يا عم حتتين لعيال، ما انا عندي في البيت عيالها تاكل. الراجل ما بيتكسفش. يروح مطلع هو طبعا حط الصينيه كلها، قول لها هفيدوا بالعيال. في اخر ما زهق صاحب البيت قال له انت ما تطلع بطاطس، انت مكسوف؟ طلع بطاطس وكل. مكسوف ولا ايه؟ يعني ايه احرجه طبعا، التاني داخل على اللحمه فعايز يفهم البطاطس اغلى منها. النهارده البطاطس عندي اغلى من اللحمه ليه؟ لا فيها زفاره ولا فيها، وطلع زي ما انتم شايفين كده زي الفل. كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده تعجب حضراتكم،
الله يرحم زمانه ايام زمان. الهيرو عندي والطبق الرئيسي النهارده اللي عملته الحاج رز دوت، انا مش عارف دينا عبد العال كانت عايزه انا اعمل رز حبايه وحبايه، قلت لها انا هعمل حاج رز وخلاص زي ما تيجي تيجي. بشكركم على حسن متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.